من منصور ابني. انا منصور ابني. انا منصور البتاع، منصور الجواب، ولا منصور ال منصور. هو قال لك ايه انت، ولا عمل لك ايه هو؟ ومش قال منصور ابني؟ مش هو كان بيقول منصور إيه؟ ولا بيقول منصور، ولا عمل ايه، ولا قال لك حاجه، ولا عمل لك، ولا انت اللي... انت قلت له ايه اسمك ايه انت، ولا عملت له ايه انت؟ انت سيدي اسم ابوك كمان. ما هو انت اللي، مش انت اللي قلت له، ولا مين اللي قال لك، ولا عملت لي انت ايه؟ هو مش قال منصور ابني؟ انا منصور ابنك، انا ابني اهو بقى، ولا ابنك مين، ولا بتقول ايه انت؟ الجواب بقى، مش انت اللي جو... ولا مين اللي بيسأل، ولا ايه هو؟ انت بتسأل على عيل تاني؟ مش هو الجواب، ولا الجواب بيسأل على الجواب، بيقول ان الجواب انك انت جواب... الجواب بقى، انا عارف، انا الجواب ده بقى. ايه الجواب ده؟ انت عارف البت سهير؟ مين يا البت سهير اللي في المدرسة اللي جنبنا دي؟ مين؟ البت سهير الطويلة الهبلة المجنونة اللي عاملة زي ال سهير. اللي بتحط على شعرها جاز دي. دي قمت انا بقى ايه، صحيت الصبح. صحيت الصبح؟ صحيت الصبح. اول مرة اشوف واحد يصحى الصبح. ما انا كل يوم بصحى الصبح. صحيت الصبح الساعة كام؟ صحيت الصبح الساعة 7 بالليل كده. بدري بقى. وبعدين لقيتها واقفة لي في الشباك بقى، وعمالة تشاور لي. شاورت لك؟ او النعمة وتعمل لي كده. قلت الله، ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها. قمت انا بقى قعدت اشاورملها بقى، لما غات لما اشاورما هي، وانا هي تعمل كده وانا اعمل لها كده، لغاية لما مين اللي كتب لها الجواب؟ ابوي هو اللي كتب لها الجواب اهو. مال مين اللي قلت انا بقى قبل ما هو بقى يعمل حاجه، انا هف البت بقى منه. قمت قلت لها اسمعي، اما راحت عامله لي عينها كده قاعده تبربش بقى، فهمت انا بقى، قلت لها خلاص بقى. مين اللي بيحبها؟ امي. ما فهمك انا، انا ماليش دعوه. انا مش انا ماليش دعوه بالقضيه دي.